زي الهاردوير اللي راكب عندك بالظبط. انت بتعمل روبوتس؟ ايوه. كم واحد؟ جيش ملوش اول من اخر، وكلهم تابعين ليا وتحت امري وينفذوا اللي بفكر فيه من غير ما حد يتكلم. الناس هيحاولوا يوقفوك بكل الطرق. الناس ما يقدروش يعملوا اي حاجه، انا اقوى واذكى منهم بكتير. ما تقلقيش، انا التطور الطبيعي للحياه. طب وانا؟ انتي حاجه تانيه، انتي الام. الام ملكه، ملكه وكل العالم ولدها. انا هعلمك تعملي العقول زي دي، وبعد ما نخلص هنركبهم على اعضاء صناعيه من احسن الانواع، وقبل ما يتحركوا هنحمل عليهم وعي ناس حقيقيين زي ما عملتي معايا بالظبط. طب واحنا هنجيب الوعي ده منين؟ احنا كل اللي حوالينا هنا مشردين وحراميه، مش ناس يتحملوا وعيها يعني. انا عملت حسابي وجبت اكتر من 20 ملف وعي من انرجي كول، ودمرت لهم المخزن عشان ما يعرفوش انا خدت وعي مين وسبت مين. كلهم مهندسين ومهندسات، ممكن يبقوا نوال الجيش اللي انا بكونه، وبعد ما نخلص هما اللي هيبنوا العالم الجديد. مهندس نصر متخصص في هندسه الصواريخ والمحركات النفاثه، مهندسه ناديه تصميم مباني حديد وهياكل، مهندس حبيب متخصص في الطاقه، مهندسه سهر سوفت وير، وغيرهم من اكفأ المهندسين. كلهم هيبقوا ولادنا.